الرحمن الرحيم عندما يعمل الانسان يصلي يصوم يحج يزكي يبيع يشتري يؤجر الى اخره هذا تاره يكون ضمن الضوابط الشرعيه وتارة لا، لا كيف البارحة مر علينا، أنه عمل من دون تقليد، هو بكيفه يتصرف من دون أن يقلد مرجعه، أو قلد شخصا غير مجتهد قد يكون هو يتصور ان هذا الشخص مجتهد ثم انكشف له الخلاف زين كان معذور لكن في الحقيقه هو ما قلد هذا التقليد غير صحيح او قلد شخصا مجتهدا لكنه يفقد بعض الشروط الاخرى اللي منها الأعلمية كما مر علينا الآن عرف بالموضوع الآن يريد يضبط وضعه يقلد بشكل مضبوط يعني هالمدة اللي مرت كان عمله على غير الضابطة الشرعية إما مو مقلد أو كأنه لم يقلد لما قلد شخصا هو ليس اهلا للتقليد هذا في قوه من لم يقلد حينئذ ياتي ويطبق اعماله التي اتى بها على راي المرجع الفعلي الجامع للشرائط فان كانت مضبوطه حسب رايه راي هذا المرجع الحقيقي الفعلي انحلت المشكله واذا لم تكن كان فيها خلل مر علينا البارحه انه قد يكون الخلل ركنيه يعني اشياء اساسيه مثل الطهاره في الصلاه مثل الوقوفين في الحج أشياء أساسية أخل بها هذه يعيدها أعماله يكون يعيدها هناك أشياء ليست أركانا وجاء دليل على أنه على أنه لا يعيد الإنسان عمله إذا كان قاصرا مثل لا تعاد الصلاه الا من خمسه اللي البارحه قريناها المهم الاجزاء او الشرائط غير الركنيه وقد فاتته بسبب القصور لا بسبب التقصير في مثل هذه الحاله لا يعاد العمل اما الاساسيات الشرائط الرئيسيه الأركان هذه تعاد الأعمال لأجلها هذا الكلام كله إذا لم يكن تقليده ضمن الضوابط الشرعية الآن نفترض واحد قلد شخصا هو الأعلم حسب الأصول مرجع جامع للشرائط زين أو بعدين هذا المرجع توفي إجا لاعلم الاحياء اعلم الاحياء قال له خلص الان اعدل الى الحي او او ثبت له ان هذا الحي اعلم من المتوفى فقلده ف وكانت عنده فتاوى تخالف فتاوى المتوفى او نفس العالم ما توفي حي هو نفس المرجع وهو حي الاعلم الجامع للشرائط تغير رايه في بعض المسائل مساله كان يفتي بها في زمان ثم تغير رايه فما وضع الاعمال التي اداها سابقا مع انها كانت حسب الضوابط الشرعيه مقلد شخص اعلم من غيره جامع للشرائط الان قلد عالما اخر يقول له لا انا عندي هذا اللي سويته مو مضبوط او نفس المرجع قلت نفس المرجع وهو حي تغير رايه في مساله من المسائل فما الحكم؟ السيد الخوي رحمه الله قايل نفس الكلام اللي قلناه قبل قليل في من لم يقلد أو قلد على غير الضوابط الشرعية نفس التقرير يعني نفترض كمثال غسل الجمعة هو يغتسل كل جمعة والمرجع اللي يقلده يقول له خلاص هذا الغسل يكفيك عن الوضوء بعد هذا قلد مرجعا اخر قال له لا انا عندي غسل الجمعه لا يغني عن الوضوء. او نفس المرجع غير رايه. شو يصير؟ السيد الخوئي يقول هذا عمله باطل لازم يعيد ذيش الاعمال السابقه كلها. زين اذا هذا اعترض عاده كثير من الناس الناس يقف موقفاً معترض يقول هذا شنو؟ انا سنين مقلد وانا شغلي مضبوط كان مقلد الاعلم نقول له اي انت ما عصيت الله سبحانه هالمده كنت في طاعه الله جل وعلا لكن الان حسب الفتوى الجديده انكشف لك ظاهرا جاء لك حكم ظاهري يقول هذا الذي فعلته سابقا لم يكن صحيحا كنت معذور اثم ما عليك لكن هالصلوات اللي صليتها بهذا غسل الجمعه تعيدها زين رايح للحج وصل المكه مستحب واحد من يوصل المكه قبل ما يروح للمسجد الحرام حتى يطوف مستحب يغتسل اغتسل المرجع اللي يقلده يقول له هذا هو كافي اغتسلت روح طوف هو هم راح من دون وضوء قال انا اغتسلت بعد مده قلد مرجعا اخر او نفس المرجع غير رايه قال له لا الان انا برايي هذا الغسل ما ينفع يعني طافة من دون طهاره اختل حجه حجه برمته اختل لان الطواف ركن والطهاره شرط في الطواف فكانه ما طاف فكانه ما طاف. ها الحين يظل محرم اذا بالحج كان شويه اهون ممكن نقول لما دخل شهر محرم بطل حجه. الحج اشهر معلومات لكن اذا عمره مفرده مشكل ممكن الى الان بعده محرم. سنين مرة سنتين ثلاثة أربعة اي زين أما إذا كانت القضية في أشياء غير ركنية غير أساسية مثلا كم مثال بارحة مرت علينا جلسة الاستراحة بعد السجدة الثانية هذا الفقيه يقول له جلسة الاستراحة مو لازمة تقدر تقوم عقب السجدة الثانية بس ترفع راسك من السجدة تقوم الآن قلت فقيه جديد يقول له لا ما يصير وفعلا هاي مسألة حاصلة اليوم السيد الخوئي رحمه الله يقول يصير تقوم عقب السجدة الثانية مباشرة ما يحتاج تجلس السيد السيستاني يحتاط وجوبا أنه يجلس الآن احتياط وجوبي شوية هون القضية يقول أرجع فيه إلى فقيه اخر بس لو فرض الفقيه الجديد قال له لا ما يصير لازم تجلس بعد السجدة الثانية هذا ليس ركنا يشمله الحديث لا تعاد الصلاة الا من خمسة او مثلا التسبيحات الاربع كان يقولها مرة واحدة بناء على فتوى ذلك الفقيه الآن الفقيه الجديد يقول له لا لازم تقولها ثلاث مرات أو نفس الفقيه غير رأيه نفس الفقيه غير رأيه الآن أكو مسألة صارت بوقتها وصار لغط حولها وكثير من الناس ضربوا أخماسا في أسداس ضاعت القضية المسألة السيد رحمه الله السيد الخوئي كان يرى صحة غسل الزيارة من, من البعد يعني واحد هنا في الكويت يغتسل يريد يزور الإمام الحسين عليه السلام يقرأ زيارة يزور أمير المؤمنين صلى الله عليه وآله فهنا يغتسل غسل الزيارة من البعد يصير هنا بالكويت يغتسل حتى يزور السيد الخوئي فترة من الزمن كان يقول إيه يصير ليش؟ لأن يعني اكو رواية رواية فيها ما يدل على جواز ذلك الرواية السيد كان يعتبر سندها صحيحا فترة من الزمان كان يفتي على الأساس بعدين غير راية قال لا أكو واحد من الرواة بعد الرواية مو ثابتة وثاقته إذن هاي الرواية راحت فما ثبت أن غسل الزيارة من البعد غسل شرعي وبالتالي لا يغني عن الوضوء اشتهر بوقتها أن السيد الخوئي يقول غسل الجمعة ترى ما يغني عن الوضوء، ما لها ربط بغسل الجمعة بتاتا بينهما بعد المشرقين، أصلا ما جاب اسم غسل الجمعة غسل الزيارة من البعد كان السيد يقول باستحبابه وبالتالي باغنائه عن الوضوء ثم غير رايه قال لا ما ثبت استحبابه وبالتالي لا يغني عن الوضوء هذه المساله اللي كانت عموما السيد الخوئي رحمه الله يجعل هذا الشخص اللي كان يقلد حسب الاصول من كل الجهات اذا بعدين قلد عالم اخر قال له كلاما اخر او نفس العالم غير رايه اذا في امور صارت تغيير في امور اساسيه جزء مثلا هذا الفقيه كان يقول له اذا رحت للحج حتى لو حصل لك قطع بان اليوم ليس هو اليوم التاسع من ذي الحجه عندك يقين يعني كثير من السنين هم يوم السابع يصير الوقفه يوم سبعة حقيقة مو يوم ثمانية أهم لا سبعة سبعة بعد يومين باقي بعد يومين وثاني يوم يصير العيد هو يوم ثمانية يوم التروية وعقب باشر اللي هو يوم 11 خلصان الناس هو يوم التاسع توه هالشكل بعض السنين أنا كنت ألاحظ الهلال يوم سبعة ذي الحجة الإعلان صار يوم اليوم تسعة واحد عنده يقين يحلف بالقرآن الكريم أنه اليوم إذا مو مو سبعة ثمانية أكيد مو تسعة، أكيد مو تسعة. زين، هذه المسألة فيها خلاف شديد بين الفقهاء. في الفقهاء من يقول: حتى لو عندك يقين اليوم ليس اليوم التاسع إمشي إمشي ويا الناس. وممن يقول بهذه المقالة: السيد الإمام رحمه الله، ولعله السيد الحكيم، أظن سيد, سيد, سيد محمد سعيد الحكيم يقول بها، عدة من الفقهاء يقولون: حتى لو عندك يقين السيد الروحاني عليه الرحمة امشي معهم في الفقهاء من يقول لا إذا في احتمال يمكن اليوم تاسع امشي وياهم في الفقهاء من يقول هذا الحكي كل ما نقبله لازم عندك ثبوت أن اليوم يوم تسعة يكون الهلال قد رؤية وثبت يلا تمشي الحجة زين هذا الشخص كان يقلد فقيه يقول له ما عليك امشي خلص حتى لو عندك يقين بالخلاف هو همشى هم حج حجتين ثلاثه عشره بعد هذه المده كلها جاء فقيه جديد يقول له هذا حجك كله باطل كله من اوله الى اخره ليش؟ يقول له انت شو ما وقفت يوم التاسع هاي حجاتك كلها يو وحده منها يوم التاسع ما كنت في عرفات ولا يوم فجر ال عاشر كنت في المزدلفة كلها يوم ثمانية كانت يوم سبعة كانت ما, ما وقفت الموقفين فحجاتك كلها فاسدة يعيد يعيد السيد الخوي رحمه الله يقول يعيد السيد السيستاني قايل لا وهذا هذا شيء يفيد كثير من المؤمنين اللي يقلدون السيد السيستاني قايل لا يعيد بما انه كان سابقا ماشيا على الضوابط الشرعية الآن قلد عالما آخر من الآن فصاعدا يمشي على رأي الفقيه الجديد أما ما مضى فقد غفر له ذاك اللي سوى انتهت قضيته إذا فرض السؤال هو أنه لو قلد شخصاً جامعا للشرائط أعلم مجتهد أعلم عادل كل شيء بس هو من قلده ما بحث يعني ما مو لأجل شهود كذا شاف أبوه يقلد هذا المرجع قال خلص أنا هم أقلده شاف أخوانه كذا وقلده مدة بعدين التفت قالوا له أنت ما يصير تقلد لأن أباك فعل ذلك يقول زين الآن أسأل راح سأل يمين شمال طلع مضبوط طلع تقليد أبوه حسب الأصول يجزيه ذلك ما دام قد طابق الواقع فإنه يجزيه ذلك وصلى الله على محمد آه وعليه آه آه آه.